السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أودي A3 موديل بعتقد 2007. هذه السيارة مغيرين لهون ريلي ولعبين فيها. السيارة ما بتدور ولا بتضرب مارش ولا شيء. إذا واضحة عليكم هون ما في شيء. تدعس دبرياج ما في شيء نهائيا. نحطها على الدياجنوزة وان شاء الله نفحصها مع بعضنا. هلا انا حطيت هذا البروجرام اسمه VCDS. هذا مختص للأودي وفافي العيلة. وحنقرأ هلا الاخطاء. نشوف هون مفوت على اوزفيلن موتور على الموتير. نخليه يقرا الاعطال. هون اعترف بالموتير 1.6 تي دي اي ديزل. وهلا انا بقول له اعطيني شو في عندك. لقى هون اربعة اخطاء جفندن. هيدي للحمايات ما لي علاقة فيها. موتور دريتسال. هون شبانونكس فازورغون يعني الكهرباء ضعيفة. وهون عنا هاوبت ريلي الريلي الرئيسية. وهون اشتارت ريلي اللي هي تبعية المارش تبعية الانلاسة السلف مدري شو بيسموه ده. نمحيهم كلياتهم. محيهم هلأ. مضطرين هلا نحن نطفي الكونتاكت ونشوف شو حيصير. ما عم بسمع صوت البنزين ولا شيء. نحاول نقرا هلا العطل من جديد. اشتارت ريلي تبعيت المارش هيدي الانلاسة. نجيب الخريطة ومنشوف شو القصة هون. هلا مشان ناخد المعلومات عن السيارة نيجي لهون ناخد السيارة جديدة. بيقول لي شو بدك. بقول له اودي ديزل اودي اتليتة. هون بدو الموتور كود. هون انا قريته هديك الساعات طلع معي سي ا ايبسلون سي عفوا. هلا انا بدي الخريطة. هون شالت بلان هالموتير ابي اس اربا كليما. انا بقول له اعطيني غير هالشي تسوزاتس. هون ستارت اون لادن يعني الانلاسال محل الدوران والدينامو. انلاسن ياخد هذا الموديل. طلعت لي الخريطه. هذا شكل موتير. هون مبين انه هو الانلاسا مكتوب ستارتا. اوكي تلي اخذ بيرد هون. والكهرباء الرئيسيه من 30 مرأة هيك جاي على اللي هو 30 او 87. هون كلمه رقم 50 بتيجي بتلاقيها جايه على هالريلي. هالريلي مكتوب عليها ريلي 50. كلمه 50 هي الشتارتا السلف الانلاسا. بنلاقي هون البورد نتست هو اخذ بيرد من هون الانلاسا الريلي اخذ بيرد بس بدها هي البلوس من هون يجي الامر يعني. هلا احنا حنشوف هيدي الريلي وينيه لنفحص اذا واصل الكهرباء لهون او هلا بنلحقها ان شاء الله خير. هلا بنيجي نبرم على الريلي. هون محطوطين الفيوزات والريليات. اعطاني على المايلي هون
انا بدي اخذ هولي ريلي الانن روم بالكابين جوا. اعطوني الشكل كيف تقريبا، وانا بقرم هون على الماوس بيعطيني شو اسم القطعة. هيدي هي، اذا منلاحظ هون محطوط عنا الخمسين اللي هو الانلاسة. صار عندي انا اصبح هيدي الريلي K68 وعندي البلان هذا. هلا بنزل على السيارة وبشوفهم. بعد ما فكنا الغطاء هذا لقيت انا محل علبة الفيوزات هون. هيدي هي الريليات، وحسب الصورة بتقلي انه هيدي هي ريلي. اوكي، هلا انا اذا بسحبها للريلي بنشوف هون الطقان. هدول هو الدخول والخروج، يعني هو 30 و 87. احنا حكينا عن الريليات كتير. ملي هون ما بعرف اذا مضوى مزبوط، هدول الطقان لازم يجي واحد عليه كهرباء مباشر والتاني لازم يروح على المارش حسب الصورة. اذا بنجيب الفاحص ونحط هون نلاقي ما في شيء. هون ليه اجى خط بارد، هذا البارد منه بارد مزبوط، هذا الجاي من الانلاسة من المارش. اصبح هون الكهرباء عنا ما في شيء فاضية. هنحاول نعطي كهرباء مباشر نشوف اذا بتدور السيارة تفتح كونتاك. هلا بنعطيها هون بهذا الجهاز كهرباء دغري، ضربة مارش وضارب. بس مثل ما ملاحظين هون ما في كهرباء فاضي. اوكي، هذا عنا الـ85 والـ86. هذا واحد هون، هذا الـ86 جاي على كهرباء، وهذا اللي بيجي الامر منه من المارش. مستحكم نشوف هون وتضرب مارش لازم يجي سيجنال. شكلها كلياتها هيدي مع بعضها المشكلة. بس الخط من هون للمارش 100% شغال. اصبح هون ما نعرف ليش ما عم يجي كهرباء. انا الحق الكابلات، انا مثل ما شفت الالوان هون بتختلف عن الخريطه شوي، لانه الالوان شوي بتتغير بس المبدا واحد. هلا اذا بتلاحظ انت هون في عنا، نقرب شوي نطفي السياره، شوف في عنا هون ريليت تانية شكل حد منها. اذا الضوء نقربوا هيك احسن. نلاحظ هون اذا بتجيب الفاحص هذا اللي رايح على المارش. اوكي، وهذا لازم يجي عليه كهرباء مباشر، ما في شيء فاضي. بتلاقيه رايح على الريليت تانية، والريليت تانية وقت بتك في خط هذا ليكو شفتوا هذا لازم يجي عليه كهرباء، ما عم يجي عليه كهرباء. لحتى اذا تكت هاي الريلي تعطيها لهاي الريلي كهرباء التانية. هنشوف شو القصة بالخريطة وان شاء الله خير. رجعنا على الخريطة. هاي الريلي التانية، هاي الريلي اللي هي تبعيت الانلاسة المارش اللي حكينا عنها هيدي، مشان تعطي هون الخط الكهرباء 30. هيدي الريلي لازم التك، عم التك بس ما في كهرباء هون. اذا بنلحق الخط هذا جاي على علبة الفيوزات بقلب الموتير، تلاقي هون مكتوب SB30. بنروح على علبة الفيوزات بنلاقي هون SB30 محطوط عليه اللي بدنا اياه نحن تبعت ريلي 15 اللي بتفتح كونتاكت. وهذا للهايت سونج.
احنا بدنا هلأ هون نشوف اذا عم يوصل كهرباء ولا لا، نلحق الشغلة خطوة خطوة. هون لازم يجي كهرباء لحتى تمرق الكهرباء لهون، وقت الريليها بتك بتعطي كهرباء للريلي هيدي تبعت المارش. هلا انا كنت عم بعطي هون كهرباء مباشر عم تدور السيارة. المشكلة تبعتنا بعتقد انا هون بهالمنطقة هون بالفيوز الرئيسي. هنشوف شو حيصير معنا. لما نيجي على علبة الموتير هون، هاي علبة الفيوزات بالموتير عفوا، هذا هو الفيوز اللي حكينا عنه. هون في فيوز مقبوع تبعت الحمايات البوات الشفاج. هون لازم يجي كهرباء، نشوف اذا نوصل له كهرباء ولا لا. واصل كهرباء. ايام الفيوز بيكون محروق بس ما يبين. في طريقة ما بنحط الفيوز على الاخير هيك يعني، بنشوف من هون واصل كهرباء، واصل كهرباء. احنا فيوز ما شبو شي، في عنا عطل قطع كهرباء بعتقد، او هيدي علبة الفيوزات هي مضروبة. شغلتها بدها تكلف يعني، فهمتوا علي كيف؟ هون واصل كهرباء بس ما عم يوصل لجوا الكهرباء. انا حاول علي هيدي لنشوف بركي ببين معنا شي. انا في هلا اكيد ناس بتقول وصول كابل ديريكت على الريلي تاني وبيمشي الحال، اكيد بيمشي الحال، بس لحنا مشان نتعلم مع بعض بركي لقينا العطل مع بعض او شيء. على كل الاحوال حاسال انا الزبون شو بده وبنعمل. اول شغله لازم تنتبهوا عليها، وقت واحد بده يفك العلبه هي ضروري يشيل الخط البلوس او المينوس، منا مشكله. هلا هون قلنا هذيك ساعة فحصنا كان البلوس المباشر على هذا الخط، صح؟ اوكي؟ عشان نتأكد أكثر، أنا عندي هون هذا قديم كثير، بس في الواحد يستعمل المولتي ميتر وتزمر يعني. هذا الخط عم تزمر، يعني هذا الخط هو البلوس الرئيسي من هون من البطارية، اوكي؟ جاي من البطارية لهون. من هون لهون اوكي. هلا هذا الفيوز ديك الساعات فحصناه كان منه مضروب. نيجي لهون نعلي هيدي من تحت، ما بعرف اذا مبين عليكم هلا. وهون خط من هالخطوط هيدي، بسم الله ما حيبين. المهم هذا هو ليكم هون اوكي. هذا الخط اللي جاي هون على هالزاوية، هاي جاي على الزاوية هون اوكي، بيجي لهون، بيجي على هالخط هذا، بيجي لهون اوكي. اذا بدي سكرها انا لهيدي، اذا بدي سكرها بيصير هو الرقم الثالث بدق هون. هلا الخطوة الثانية من هون لهون واصل الكهرباء، من هون من هيدي النقطة هيدي رقم ثلاثة حافحص من هون للفيوز لنشوف شو حيصير معنا. نحط هذا هيك. هلا هونيك بالفيوز لازم تزمر، ناخذ اللمبة معنا انه هلا بلشت تعتم الدنيا بسرعة. وصلنا له. اذا حدا عم يسال مشان شو هالخشبه هيدي، انا عملها مشان اذا بدي اضرب مارش ما ادعس على الدبرياج على طول اوكي.
نرجع منيجي لهون، قلنا اللي هو لونه أسود وأخضر. هذا هو، ما في شيء، هذا تخين الأسود والأخضر. هلا يا في فيوز سبيسيال يا أما في شيء، لأنه هاد كابل تخين انقطع ما معقولة. حشوف الخريطة من جديد ونشوف هذا هون العطل ليش ما عم يوصل كهرباء لهون. إن شاء الله خير. أنا انتبهت على شغلة هون، يمكن الغلط مني أنا، ما بيصير nobody is perfect. هيدي علبة الفيوزات اللي فكيناها، رحنا على رقم 3 اللي هو 40 الفيشة، 40 pins. وهذا الخط مش الأخضر الأسود والأخضر، عفوا الأحمر وأسود رايع على 30 اللي هي الريلي هيدي. بعدين وقت بتك الريلي هاي، لازم تك الريلي هيدي، لازم يجي بعدين كهرباء على فيوز اكسترا. هلا بنشوف وين هذا الفيوز، وين حاطينه. زيشرون كاستي انين روم بقلب السيارة، رقمه 40 وهو 40 امبير، وبكفي بعدين على الريلي التانية. انا هلا حانزل ارجع افحص اذا وصل هون 30 ولا لا. انا كنت عم افحص غلط بعتقد، حنشوف. وهي الخريطة هيدي من 100% من الألوان، يعني من الألوان، بس البرنسيب واحد، برنسيب يعني العملية هي واحدة، مهم في ريليتين. آخر المطاف يعني أنا فيني أعطي كهرباء مباشر لهون، حط هون كهرباء قوية وبيشتغل عنده كل شيء نظامي، لانه مني شايف هيدي لها علاقة بشي. يعني حطينا بس للكونتاكت، تفتح كونتاكت تعطي كهرباء لهون، يعني ما في شي مميز. هنشوف وان شاء الله خير. رجعنا لكم معلم، طلع هذا هون الفيوز ايه بعينه، في مين شاغل هون وشايله للفيوز هذا اللي هو 40 امبير. نفتح كونتاكت منلاقي انه عم تيجي كهرباء بس هون ما في فيوز. انا جبت فيوز هلا ركبته، اجت الكهرباء هلا هون بعتقد، اجت الكهرباء بس السيارة بعده نفس الفيلم نفس العطل، ما عم يصير شيء. لذلك حدا لعب فيها للسيارة مثل ما حكينا وشيل فيوزات وحولي. الخطوة هلأ بدي أنا أعرف هيدي الريلي، هيدي مش تبعية الانلاسمت تبع المارش، هيدي تبعية الكونتاك، عم يجيها 86 والخمسة وثمانين ولا لا. يعني هلأ هون إذا منيجي على هذا لازم وقت افتح كونتاك وصلت على الكهرباء. هون تضرب مارس لازم يجي بارد، بيجي معلومة من الشوية جريت انه انت عم تضرب مارش. احاول انا اعطيه بارد واضرب مارش شوف شو بيصير معنا. هجهز وبلش هلا. هذا هون اعطيته انا بارد، هذا الخط لهون على 85، اوكي؟ هي 85 اللي بتيجي على الكتاو على الريلي هذا 85. 86 فحصنا انه عم يوصل كهرباء، هلا لازم تدور عادة السيارة. دورت المفتاح. ش
الشيء اللي عنده هون بعد الموتير والاي بي اس. نشوف من لازم نطفيهم لهدول. وعنده الحمايات هذا عم يضوي يطفي. هذيك الساعه شفنا الفيوز مقبوع، لازم نجيب له فيوز نحط له اياه. يعني في ناس قبلي شاغلين فيها للسياره. اول خطوه خلصناها. العطل عشان حدا بده يسال، هو الشتويا جريت مضروب ما عم يطلع خط بارد. شتويا جريت ما عم يطلع خط بارد، يعني هذا الخط هذا اللي هون ما بعرف اذا مبين عليكم، هذا لازم ياخذ بارد من هون من هذا الكف. في هون شتويا جريت بيت سي ام اسمه، لذلك انا حاعطيه هذا خط بارد هون مباشر، وهو ما بيصير شيء لانه وقت عم يفتح كونتاك عم تيجي كهرباء لهون. ان شاء الله خير. انا حكيت مع الزبون طلع معنا هذا مضروب، هذا الشتويا جريت، هذا بيت سي ام او البي اس اي او اللي بدك اياه، انه هذا بيحول خط البارد للريلي، والريلي هيدي الامية الرئيسية بتعطي للريلي اللي هي الانلاس المارش، يعني هيدي اللي بتعطي 15 لهوني. حكيت معه انا للزبون قال لي لا ما معه كتير مصاري يدفع حق واحدة جديدة. اعطيناه خط بارد ودورنا السيارة. طفى كل شي معه هلا بعد ما عملت انا سكينر هوني. ده اللي عنده عطل واحد مكتوب ستارت ريلي. الريلي هيدي تبعيت الانلاسة. اخذ المعلومة هو من هذا الشتوية جريت المضروب انه الانلاسة مضروبة. بس ما عنده اخطاء غير هيك. ما في الا هيدي بس. بس الضوء حاليا مطفي معنا. ما في شيء. كله تمام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما حكينا كمان مرة، هذا الفيوز غيرناه او كان ما كان موجود نهائيا. المشكلة انه اللي كان قبلي، عفوا بهالكلمة، يعني شايل فيوزات وحطت فيوزات، يعني انا بدي اشتغل ساعتها مرتين. اول شيء ابرم على العطل اللي هو عمله، وبعدين ابرم على العطل الرئيسي. على كل الأحوال ماشي الحال هلأ، كله تمام الحمد لله رب العالمين. ومثل ما حكينا أنه كمان كان في فيوز هوني طاير شايلينه كله، يعني ضيعوني. وهلأ السيارة طفى كل شي معنا. هذا الفريم الإيد أكيد. منشوفكم فيديو تاني إن شاء الله. ادعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.